اشتروا ان هناك خطاب واحد ومتفق عليه هو ان هذه الفئه من الاطفال ذوي الاعاقه ينبغي ان نعطيها حقها وان نعترف بها كجزء لا يتجزا من هذا المجتمع باعتبار ذلك الخطاب الذي وذلك تلك المعاناه التي كانت تعاني منها في وقت سابق الى ما بعد دستور 2011. اليوم هناك خطاب جديد ليس على المستوى الوطني وانما على المستوى الجهوي الاقليمي وايضا على المستوى الدولي، ولكن خطابي موجه الى السيد البوكيلي وايضا معه الى الوزاره، لانه هناك نوايا حسنه ولكن نظرتنا الى المستقبل قد تعيقها ما اليات التنزيل التي قد تشكل صعوبه الى الوصول الى الاهداف المتوخاه من الخطه سواء الاقليميه او الوطنيه. لذلك انا اوصي حتى نوفي هذه الفئه حقها على ان لا يكون كما وقع من بعد الاستقلال وفي اطار المبادئ الاربعه على مستوى التعميم وايصال المدرسه الى جميع مناطق المملكه، تم احداث مجموعه من الوحدات المدرسيه في على مستوى ربوع مناطق المغرب، واثبتت الدراسات على ان هذه التجربه كانت فاشله لا فشلا ذريعا، واصبحنا اليوم نبحث عن مدارس جماعاتيه ومن اجل توحيد هذه المدارس حتى يقترب الفاعلون التربويون المفتشون التربويون الى هذه المؤسسات بهدف تكوين الاساتذه بهدف تتبعهم وبهدف تقويمهم الى غير ذلك. اليوم انا اوصي السيد بوكيلا لانه ان نستشرف المستقبل، لانه هذه الفكره التجزئيه وتوزيع المتعلمين يعني باعتبار احقيتهم من في داخل مجتمعهم من تعليم مدرسي دامج ومندمج قد لا يؤدي الى تحقيق الطموحات المجتمعيه وتحقيق الاهداف المتوخاه سواء من المنهج الجديد او من الاطار 97-13. لذلك بدل من تفريق هؤلاء التلاميذ على جميع المدارس، انا اوصي السيد بوكيلي على ان يتم تجميع حالات لها نفس الخصائص في داخل مؤسسات معينه. هذه المؤسسه المعينه ستتيح للفاعلين التربويين المفتشون بالاخص من تتبع هؤلاء الاساتذه بشكل كثيف وايضا تكوينهم وايضا دراسه مدى تحقق هذه الاهداف. اضافه لذلك يمكن ان نقوم بتعاقد مع الاساتذه، وهذا التعاقد ينبغي ان يكون مبنيا على تحفيز المادي ومعنوي، ليس فقط اطار ما هو اخلاقي، يعني بالتحفيز المادي ضروري لانه الفاعل الاساسي اليوم بالاضافه الى المفتش هناك المدير وهناك الاساتذه. هناك ايضا المشروع الجديد هو مشروع المؤسسه الدامج والمندمج، هو ايضا ينبغي تجميع هؤلاء المتعلمين في مؤسسات وفق خصائص معينه ولكن في اطار تعاقد مع هذه المؤسسات، وهناك معايير محدده التي من خلالها سوف يتم تقديم لكل مؤسسه الدعم المادي في نهايه السنه بناء على ما تم تحقيقه، وهكذا يمكن الربح الرهان وفق نظره استشرافيه للمستقبل.